السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. أتمنى من الله أن ربنا في كل أسير وكل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم أعف السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب المسلح. رجع لكم بفيديو جديد مع راكس محمد أبو الدهب، كلام جد جميل وسخن. كده راكم نحضر فيديو أول حتى بعدك نجي نأقب معكم، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. أول حاجة أخواننا كالعادة يا سادة نبدأ بأم درمان، نبدأ بأم درمان، وقبل أم درمان ذات خلونا قبل ما أخش في أم درمان لأنه في موقف عملياتي خارج المنطقة الحدودية بتاعت أم درمان الليلة اليوم ده. أول حاجة خلونا نقول التحية لنزور الجو، التحية لنزور الجو. ها والله صبر دي شقالة، شغل تقيل تقيل، أقسم بالله شغل تقيل. مدخل أم درمان التراب الليلة تم جغمي عربية شحن سلاح، وده سؤال يا أخواننا من هنا منوجهه للوالي بتاع شمال كردفان أو قائد الحامية، عفوا قائد حامية شمال كردفان اللواء فيصل محمد الحسن، اللواء فيصل محمد الحسن اللي هو مسؤول من أمن وتأمين ولاية شمال كردفان من شماله وجنوبه وشرقه وقربه واستخبارات الولاية هناك. العربية طلعت دي معلومتها ما جات إلا بعد شنو، لحد ما قربت على المنطقة المحيطة بمدخل أم درمان حتى أنا المعلومة بتاعتها جات المنطقة من المقار الجديد وإنت ماشي من رهيد النوبة وإنت ماشي كده لحد مروابة وكده لحد سودري. المنطقة دي مسؤولية مباشرة منها الاستخبارات بتاعت الولاية. عربية في اللحظات الأخيرة اتلحقت، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى والتحية لنزور الجو شافوا شغله دقة موفقة، والله ما طلعت منها ولا لستيك نصيح ما طلع منها جغم. دي واحدة، ده موقفنا البر الخرطوم. لسه أنا ما جيتك لأبو حليمة وما جيتك والتفاصيل الكثيرة ديك، لسه ده موقف خارج الخرطوم. عربية مشحونة بالأسلحة ما شلت الجنجويد اتجغمة. واحد. الحاجة الثانية تدمير مخزن للجنجويد في دار السلام. دار السلام دي تكلمنا عنها كثير جدا جدا، اللي هي الوكر. لما نقول الوكر التحية لأهلنا في دار السلام، ما المقصود به أهلنا؟ المقصود به ميليشيات الجنجويت المتواجدة اللي عندها بويتات على مستوى دار السلام، اللي بتدخل أي عندها مخازن على مستوى دار السلام بتدخل فوق الأسلحة. الوكر بتاع ميليشيات الجنجويت على مستوى دار السلامات، دار السلامات بالمخزن اللي ضرب الليلة، بالمخزن اللي ضرب الليلة ده المخزن ممكن في دار السلام ده التاسع ولا العاشر، عديل ده العاشر ولا التاسع أنا ما متأكد، لكن في الحدود دي تاسع يا عاشر ده المخزن بتاع الأسلحة في دار السلامات الليلة ضرب عبر. صبر يا بحبك يا قلبي، والله من حبك. بل ده اتجقموا معه ثلاثة من الجنجويد، البيت الفوق المخزن ده اتجقموا معه ثلاثة من الجنجويد. أم درمانات تهرب من المدرعات يا فزع البكوري، قالوا اسمه فزع البكوري. ها القائد الليلة فزع البكوري اللي اتجقم في أم درمان القديم ومعه عشرة من الجنجة. نحن ما وريناكم، ومبارح وجهنا الرسائل قلنا يا جنجويد الله خير لكم إنكم وجهنا الرسالة لبعض أهلنا على مستوى القبائل السودانية إنه أسحبوا العيال لأنه العيال ذي بينتهوا، وده الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. اقسم بالله العظيم وباذن الله الواحد الاحد الصمد، الايام الجايه حتكون اضيق من خرم الابره عليكم يا ميليشيات الجنجويد. وانا الكلام ده بقوله لكم وقلت لمكونات قبليه كبيره جدا جدا على مستوى الدوله السودانيه عشان تفهم انه العيال حيموتوا، وده الكلام اللي انا بقول والله الايام الجايه وباذن الواحد الاحد انه حتكون لكم اضيق من خرم الابره، اضيق من خرم الابره. ونحن ساكتين ولا من جعجع ولا من كورك ولا اثنين، لانه عارفين كل الخطط كل الاستراتيجيات اللي انا شغال عليها القوات المسلحه انه في فيش حاسب خاش البلد بيقدر. وصلتنا زط، وصلتنا بحمد الله سبحانه وتعالى. أم درمان المهندسين الليله قبض حي على مستوى المنطقه بتاعت المهندسين لاربعه مليشياوي، ديل قبضوهم حيين. قابضنهم حيين الليله، تحية لناس المهام الخاصة، تحية اليوم تدوين مدفعي على مستوى أحياء أم بدات وإنت ماشي قدام
من بد الصهريج عمليات بتاع التدوين مدفعي عندك هناك قدام ود البشير تدوين مدفعي لحد كده لحد السادسة والخامسة تدوين مدفعي على مستوى أحياء ومبدات. كذلك أم درمانات القديمة الليلة تم فيها شغل خاص وهو الأسفر عن اغتيال القائد فزع البكوري قال اسمه فزع البكوري. الليلة ده جقم على أحياء أم درمان القديمة اللي هو بيت المال ومعاه ممكن 10 من مليشيات الجنجويد دي تم جقمهم تماما بحمد الله سبحانه وتعالى. السوق العربي ده يا أخواننا ديل الجنجويد اللي قاعدين جوا بيوت الناس في المقرن. المقرن ده من أكثر الأماكن يا أخواننا اللي تكلمنا عنها كثير جدا جدا إنه التواجد لميليشيات الجنجويد من قبل الحرب دي. يا أخواننا الناس أجروا البيوت بتاعت المواطنين على مستوى أحياء المقرن والماء طلع لهم في أيام الحرب ده طلعوا قصبا عنه. المقرن الآن كله أصبحت عملية بتاع الجنجويد ما فوق بيوت بتاعت مواطنين. المقرن دي كله محيطة ببنك السودان عندك الزين عندك كده على موقعه تماشي خاش على الاستراتيجية على المنطقة الصناعية الخرطوم. المناطق دي يا أخواننا إذا كان أي حي سكني في المناطق دي يا أخواننا الجنجويد كانوا في مخططهم من قبل الحرب. الناس دين كان لهم تواجد كبير جدا جدا وأجروا البيوت بتاعت المواطنين بيجوك في المقرن في أي حي قريب محيط بيجوك لو البيت بثلاثة لو بثلاثمية ألف بيأجروا منك بكم انت عارف بيأجروا منك بستمية وبيدفعوا لك مقدم ستة سبعة شهور. المسألة واضحة ما هو ده بيأكد لك انه الجنجويد هم كانوا اساسا بيعدوا العدة دي من بدري للمعركة دي. فالاحياء المقرن الان المقرن تحديدا اصبحت منطقة خالية تماما من السكان ما فيها. المقرن ده خالي تماما من السكان ما في سكان في المقرن كلهم طلعوا. في معلومات لازم تتقال. نيال البحير التحية لأهلنا في نيال والرحمة والمغفرة على الشهداء. طيب لايفات اللي هو لايفاتية جنجويت الليلة قبلهم عملوا أحداث في نيويورك طلعوا زي 12 نفر وما ما عندهم أي وزن يا أخوانا وديل مدفوعين الأجر تماما والناس عارفة المعلومة دي مدفوعين الأجر طلعوا في نيويورك هناك بطريقة بتاعت إنه داري يسلموا مذكرة 12 نفر ما في ذول اهتم لأمرهم. طيب الآن حشدوا لمظاهرة كبيرة جدا جدا في لندن وده الموضوع اللي أنا بسببه لازم المعلومة دي توصل لكل الثوار في لندن. وين ثوار لندن؟ وين الناس اللي واقفين وقفة حقيقية مع القوات المسلحة في لندن؟ الكلام ده بيعنيكم. طيب حشدوا ومشت الأوردرات لزي ناس الربيع زي ناس الربيع طلع بيتكلم قال يا أخي إنه حشدنا لعملية بتاعت مظاهرة يوم السبت القادم يوم 30 في لندن. أنا دار أديك لها معلومة بسيطة أوريك الأسباب أو الحصل شنو المربوط بين نيالة. طيب ربيع بيتكلم عن نيالة والطيران الضرب وفي حين إنه الطيران ما ضرب. ركزوا معانا في الكلام ده كويس. مدافع الجنجويت الفكوها على بيوت المواطنين والتصفيات اللي حصلت للجنجويت في بعضهم لبعض المكونات الإثنية على مستوى نيالة وقصد انه يضربوا احياء معينة لانه دارين يأجج عملية بتاع الصراع يستفيدوا منه دوليا كانت واضحة تماما. ربيع الكلام ده ليك انا بالمناسبة قاعد عايل ليك لكن هلا هلا عليك تاني بعد يا معلم لانك زودت الشغل عنيا. انت يا ربيع ما قعدت مع ودقلو قبل الحرب دي في بريطانيا واخذت منه عمليه بتاعت شيك بالشل فلاني استلمته على اساس تشكل عمليه بتاعت حمله اعلاميه للميليشيا بتاعت الجنجويد وفي نفس الوقت انك انت سابق كوس سابق وعضو في جهاز الامن كنت سابق والان انت وبعض اللايفاتية الكيزان الان القايدين الحملة بتاعت فكرة دولة 56 داخل الجنجويد ويجيك واحد يقول لك الفلول في فلول اكبر من تواجد حاضنة زي الربيع وامثاله من الجنجويد الان الشقالين الشغل الكبير ده ويتكلموا عن فلول في فلول أكبر من الميليشيا. تعريف الفلول ذاته التعريف
حق الفلول هو في حتى في اللغة نفسه هم شنو؟ بقايا النظام في أي دولة سابقة. الصنع الجنجويت منه معروف الكيزان، منو البغايا بتاع الكيزان في البلد دي؟ الجنجويت نفسه. يبقى إذن بتتكلموا عن أي فلول. فالآن ربيع بيحشد لي مظاهرة، وحتى حقت نيويورك القصد منها واضح، وحقت لندن دي لو قامت يا ربيع معناتها لندن دي ما فوقها راجل حقيقي، ولا كنداكة حقيقية، ولا سودانيين حقيقيين، ولا أبناء دارفور الحقيقيين الموجودين هناك. لو قامت المظاهرة دي أو لو قامت المسيرة اللي قصدك بها واضحة. ونحن من هنا منوجه لكل كل الموجودين السودانيين الموجودين على مستوى لندن، يوم 30 القادم عندكم مقاطعة لهذه المسيرة. لك التحية يا محمد، كلام جميل جدا، وحدث طبعا ماشى وجنجود بنته وحرب دخلت ماش، يعني الكل بس الحرب حرب ينتهي 200 حرب ينتهي 200. هنا كلام نزول بقدر بجيب لكم، لكن ان شاء الله حرب ينتهي قريب، والقوات الامر الخاص شغال، يعني شغل بدقة وشغل بدروس، يعني بسبب شديد انه يمشطوا الجنجويد كلهم متلخبطين مع هياد، يعني الجيش يعمل عمليات عسكرية في مناطق زي دي صعبة ومعقدة شديد. عشان كده الناس اكثر شيء شغالين بقوات الامر الخاص وبمعلومات استخباراتية، فالناس تصبر، والله ناس ملت وعانى، لكن بس ما في أي حل، ناس تصبر بس. فشفتوا أي شيء جاي من برا من خرطوم، أنتوا قاعد في الولايات كشتة تحرك قريب، تول بلغ الاستخبارات أغرب مكان، ونتمنى إنه الاستخبارات يعملوا أرقام إنه يتواصل مع أي زول يقدر يوصل لهم معلومة. يا إخوان دي كلام مهم شديد، لو في معلومات قمة الدولة إن المواطنين حتى بعد ينتشر الاستخبارات البلد بمشي له، دي برضه يعني دي ضعف في الاستخبارات. فالناس تصبر إن شاء الله، الناس القريب.